السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع المنصة بلانري، ودي بتساعدك في إدارة المشروع الخاص بيه البيم وعمل البيمشن بلان وعمل العقد. أول جزء فيه اللي هو البلان، بتبدأ تمسك الأجزاء اللي مطلوبة منك في المشروع زي الـ IR والـ BIR والـ AIR والـ Promotion Plan، بيبدأ من عندك. وبعد كده الـ Scope، وبعد كده الـ Scope بتلاقي فيها العناصر بتاعة المشروع والعقد Contract، بتبدأ تشوف ايه العناصر اللي انت عايز تحطها في قلب العقد بتاعك، وبعد كده تقول له وريني العقد، فبيبدأ يفتحه لك بالشكل دوت بكل بساطة. طيب بعد كده السكادول، تبدأ تشوف كل عنصر مين من الفريق المفروض يعمله، مثلا ده الاستراكشر ومفروض ياخد منه كام يوم وهكذا. دلوقتي هنشوف موضوع التراك، تمام؟ ده اللي هو ريدي فور ريفيو، وهنا الفيرتفايد، وممكن تحط هنا مثلا الحاجات اللي هي خلصت لو انت حابب، ممكن تسمي دي دون مثلا، أو جاهزة إنها تتسلم. طبعا في كل مرحلة من المراحل بتبدأ تشوف الديزاين ريفيو أو مرحلة كوردينيشن أو هاند أوفر، وتبدأ بقى العناصر اللي المفروض تدو ريدي فور ريفيو، دي تو دو الحاجات اللي هتتعمل، ودي جاهزة للمراجعة، ودي دن. فتبدأ تنظم الحاجات بالشكل دوت، وبعد كده تقدر تعمل لها برنت أو تطبعها وهكذا. ديفرنت تايب اهيت، بيبدأ يفتح لي الملف تاسكات، كل تاسك والستيتس بتاعتها